وصلنا إلى صنع في الأهلي، وكالعادة النهاردة معانا واحد من نجوم كرة السلة، لاعب ومدرب حقق إنجازات كثيرة، الكابتن إسلام علي. بدأ مع النادي الأهلي مشواره سنة 1996 حتى 2013، توج بثلاثة دوري عام وخمسة كاس مصر وأربعة دوري مرتبط وثلاث بطولات افريقيا وست بطولات لمنطقه القاهره. قبل بس ما اكمل كلامي، البطولات دي لو قبل كده ما كناش عرفناها، لكن دلوقتي عشان احنا متابعين جيدين لكره السله ولكره الطايره ولكره الطايره سيدات ورجال وكل حاجه، بقينا عارفين كل حاجه. اوبا، مباراه البرتغال، قبل ما اكمل كابتن اسلام، مباراه البرتغال وسويسرا 6-1، مباراة البرتغال وسويسرا، النتيجة حتى الآن 6-1، فاضل قد إيه يا شباب؟ والله خلاص يعني في الأواخر. عموما ماشي 6-1 معروفة، الوقت بدل الضايع، الوقت بدل الضايع، وبالتالي أعتقد إن البرتغال 6 وسويسرا 1. البرتغال لابسة لون إيه؟ أحمر تهيألي، صح؟ وسويسرا لابسه ايه؟ ابيض. اوكي، ارجع تاني لكابتن اسلام علي. كمدرب مع الاهلي توج ب10 بطولات في استكمال لمشوار النجاح مع منتخب مصر، 8 بطولات ما بين عربيه وافريقيه وافرو اسيويه. في النادي الاهلي علاقه بيت، يعني انا خلاص، انا من 96، يعني انا بقالي النهارده اهو تقريبا 32 سنه في النادي الاهلي. قعدت في النادي الاهلي اكتر ما قعدت في بيتنا، واي حد يقعد عمر طويل زي ده في مكان بيتحول لبيته، وانا فعلا بيتي، يعني انا الليل نهار من التمرينات الصبح وبالليل، اكل وشرب وحياتي كلها هنا، يا دوبك بنروح البيت على النوم بس. انا اصلا من اسكندريه، فعشت سنين طويله هنا في القاهره، انا فعلا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتي، فعلاقتي بالنادي الاهلي زي علاقه اي حد ببيته. والله الحمد لله بطولاتي مع النادي الاهلي كتير، اهمهم طبعا دوري عام، كاس مصر، ومن اهم البطولات اللي انا حصلت عليها بطوله افريقيا انديه. كان جوه النادي الاهلي فيه هنا بطوله مهمه، بس الاصعب منها كانت بطوله افريقيا في السنغال 99، لان دايما البطولات اللي بتبقى بره النادي بتبقى اهم واصعب. لكن الحمد لله حصلت مع النادي الاهلي على بطولات كتير، دوري وكاس وافريقيا ومنطقه ومرتبط، وانا بلعب وانا الحمد لله مدرب حاليا. يعني اهمهم واصعبهم تعتبر هي بطوله افريقيا، بطولة افريقيا انديه، كانت مع فريق اول غوصس انجولا في تونس، والحمد لله كسبنا البطوله دي، كانت تقريبا اصعب بطوله تقريبا لعبتها. والله حاليا انا مدرب فريق مرتبط هنا في النادي الاهلي سيدات تحت 16 سنه، الحمد لله حصلنا على بطوله المرتبط من اسبوعين، فريق 16 سنه مع فريق درجه اولى بقياده الكابتن طارق خيري. حاليا انا بلعب بطوله منطقه وبطوله جمهوريه، اتمنى احصل على البطولتين، وان شاء الله الفرقه مؤهله انها تحصل على البطولتين. انما دايما المدرب طموحه ما بيقفش، ان شاء الله طموحي ابقى ان شاء الله مدرب في منتخب مصر، مدرب فريق اول النادي الاهلي سيدات او رجال، لان عمري كله في النادي الاهلي، وانا خرجت سنتين بره النادي الاهلي ورجعت تاني، وحسيت بقيمه النادي الاهلي لما خرجت، وده حقيقه مش كلام تلفزيون، فعلا النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني بره. ان شاء الله افضل مستقر في النادي الاهلي، في اي مكان النادي الاهلي هيطلبني فيه انا موجود، انما اتمنى ان شاء الله ان وجودي يبقى فيه نجاحات باذن الله ان شاء الله.